بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف أنشر لكم بعض اللعب التي تحبها طيور البادجي والعديد من الطيور الببغاوات التي تعشق هذه اللعب. اختر أنت اللعبة الجيدة التي تحبها أو تتمناها لطائر. وكمعلومة قبل بدء هذا الفيديو، أول هذه اللعب تعطى للطيور التي تعيش وحدها، أو إذا كان الإنسان لا يحب الإنتاج فقط يريد أن يشاهد الطيور تلعب بهذه اللعب. في رعاية الله.